المتابعين أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا ومحبتكم في البطاقة المباشرة لكم خلوكم من غدين سباس. أنا الآن قد وجدوا بالقرب من شارع الحكم الثاني. ما قد شاهدوا متابعينا أجواء الاحتفالات في مدينة فاس. كل شيء فرحان بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي وتصدر المجموعة. أجواء الاحتفال في مدينة فاس كما يقول شاهدوا متابعينا الشوارع مكتظة وموبيلات حركة مستمرة. ما غادي نشاهدوا متابعينا بعد قليل شاهدوا معنا كيفاش كيأمنوا السلطات الاحتفالات ديال ساكنة مدينة فاس بعد فوز المنتخب المغربي.
كرة الشرطات اللي كتحاول تأمن احتفالات الساكنات بمدينة فاس خصوصا هذا الفوز اللي عرفناه قبل قليل أجل نقربوكم واحد احتفال Thank you.
ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.